بعد ما عملنا إضافة المنتجات و بتترفع بالصورة وكله تمام، بعدها شوية ديتا موجودة في الداتابيز، عايزين نعمل بقى الاندكس بتاعتنا بحيث ان هي تعرض لنا الداتا اللي متسجلة بشكل جدول وفي الصورة، الحاجات الجميلة دي. يعني الموضوع كله متعلق على فكرة الاندكس دوت جي اس اللي المفروض فيها فانكشن بتقوم الليلة، اللي هي المفترض احنا كنا كاتبينها اللي هي المين بيج دي، مش بتعمل حاجة، كانت بتبعت بس كده رسالة فاضية. وبعد كده الاندكس اي جي اس اللي كانت بعت بس ان هي الاندكس بيج دي، عايزين نغيرها نخليها بقى تبدأ تعرض لنا داتا. طيب نبدأ الأول بالاندكس جي اس المفروض تتعامل مع الداتابيز، وبعد كده نبعت الداتا للاندكس اي جي اس اللي هتبدأ تعرضها لنا. طيب هنعمل ايه في المين بيج؟ اشيل بقى كل الريندر ده، شكرا يا ريندر. احنا المره دي عايزين نجيب الداتا من الداتابيز، يعني عايزين نسلكت استريسك، نجيب كل البيانات من فروم التيبل اللي اسمه برودكت. طيب هعمل ايه اول شيء؟ اول شيء هعمل هليت كويري، عرف فاريبل عباره عن كويري بيشيل لي التيبل بتاعنا، التيبل نيم بتاعنا. يعني لو احنا رحنا على الداتابيز بتاعتنا لوكال هوست بي اتش بي ماي ادمن، طيب هنا لوكال هوست على 80 81، تمام. برودكتس ادي الداتا اللي موجوده عندي اهي. طبعا لو جينا عملنا سيلكت كده ريسيلكت استريسك فروم برودكت وير 1 دي عشان يبقى شرط فيك، يعني هي دي الجمله اللي احنا عايزينها، سيلكت استريسك فروم برودكت. لو جينا جربناها كده عملنا جو اهي، جابت لي الداتا كلها بتاعت الناس كلها، بس خلاص كلام جميل. يبقى سيلكت استريسك فروم برودكت ممكن اقول له اوردر باي، يعني هنرتب على حسب البرودكت اي دي او نيم زي ما انت عايز. اقول له اسك يعني اسندنج، ترتيب من الصغير للكبير، او ديسندنج من الكبير للصغير، او ارتب بالبرايس زي ما انا شايف، مفيش مشكله من ده، على حسب ما انت عايز ترتب. دي جمله الايه الكويري بتاعتنا، ماشي مفيش مشكله عشان نرنها، ما عندناش مشكله ان احنا عرفنا خلاص دي بي دوت كويري. هيقول لي عايز ترن كويري، والكويري دي بتضايق من الحكايه دي، سيلكت كويري خلاص، فقلت له دي بي دوت كويري، قال لي ابعت لي بس الكويري، قلت له عباره عن سيلكت كويري وكوما الكول باك فانكشن بتاعتنا، لو حصل اي ايرور ولا حاجه هنشتغل على ايرور ونشتغل على ريزلت، لان طبعا ممكن تجيب داتا صح. الفانكشن بتاعتنا اهي، طبعا اف ان في ايرور هريتير، المفروض ان الجمله اصلا مش مستنيه حاجه من اليوزر مش كلاينت، فهقول له ريسبونس دوت ستيتس مثلا كايرور، يعني مش عارف اقول له ايه بصراحه. هو المفترض طبعا هو سيرفر ايرور، وهنسند ليه الايرور في حاله ان في ايرور حصل في الكويري، المفروض الكويري ده ما يبقاش فيه ايرور في الطبيعي، يعني الطبيعي بتاعه ما يبقاش فيه ايرور. طيب اما لو كله تمام، احنا كنا ضيعت الدور هنا، مش مشكله، انا كنت عايز اقول له بس في الريسبونس ممكن ريندر لو الدنيا سليمه، يعني هرندر ايه؟ قلت له في عندك بقى اندكس دوت اي جي اس كوما، والداتا اللي عايز ابعتها هبعتها لك هنا سيمي كولون، ايه الداتا اللي انت هتبعتها لي؟ قلت له والله التايتل، والتايتل ده بالنسبه لنا معروف اللي هو هيبقى مثلا ويلكم تو برودكت برودكتس مانجمنت،
برودكت مانجمنت، وهقول له مثلا دي فيو برودكتس، ده التايتل بتاعنا كوما. واللي يهمني بقى اللي هي ايه البرودكتس بقى، برودكتس. برودكتس دي هتتبعت لك عبارة عن ايه؟ بتبقى عبارة عن الريزلت اللي جات من الكويري، مش الكويري دوت لو في ايرور عرفناه خلاص، طب لو ما فيش ايرور هيعدي بقى. فالريزلت دي بقى تتبعت بكلمة برودكتس، يعني في الصفحة بتاعت الاندكس دوت اللي هي الاي جي اس تبقى فاهمة ان جاي لها ايه، حاجة variable اسمه products شايل فعليا كل النتيجة اللي احنا جبناها من ايه، من عندنا هنا. يعني لو جينا نقعد في الindex EGS بدل index page دي، انا ممكن اقول له لأ هتشغل حاجات على السيرفر هنا، عايزك ترميلي ال products. طبعا هيرميك لأي كلام، بس انا لسه عايز اعملها بقى processing وعرضها بشكل جدول ونظم الدنيا. بس خلينا ايه، خلينا نشوف. بعتهم لي اهو زي ما احنا شايفين، اوبجكت كوما اوبجكت كوما اوبجكت اوبجكت اوبجكت، دي فعلا ان هو ما فكش الاوبجكتس، ما فكش الاوبجكت بس رماهم، يعني كل واحد من دول ما فكهمش في العرض لكن هم موجودين. يعني لو انت عايز تشوفهم ممكن هنا ما مش هتشوفهم قوي، لكن لو انت عايز تتاكد ان هو كله تمام ممكن الكونسول يقدر يعرض لك تفاصيلهم الداخليه. يعني لو قلت له كونسول لوج وقلت له ابعت لي الريزلت دي، كونسول فينو افتح كده، هيجي هنا دلوقتي مجاش لي عشان لسه ما اكسسناش الاندكس، اكسس الاندكس كده اهو كده وعمل ريفريش، ادي الداتا اهي اهو جات لي الداتا اهي، رو داتا باكت، وبعت لي بقى في الباكت دي البرودكت اي دي والتايتل والكوانتيتي ومش عارف ايه ومش عارف ايه، والرو باكت اللي بعديها ادي الفاريبلز اهي، واللي بعده واللي بعده واللي بعده، والداتا كده ايه اتبعتت لي سليمه. استلمتها مين؟ الاندكس اي جي اس، وهي المسؤوله عن عرضها، هي ما عرضتهاش بشكل جيد وبناء عليه اتعرضت اوبجكتات كده، دي قصتها هي. ازاي بقى نبدا ننظم هنا الشكل العرض بقى تيبل كده ونشيك الدنيا ونعرض البيانات بشكل جدولي مميز ان شاء الله. نشوف فيديو تاني.